تتطلع دولة الإمارات خلال مناقشات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إبراز مساهماتها في دعم جهود التنمية المستدامة وحفظ السلام. وعملت دولة الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وهي تسير بخطى حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة. ومن هنا جاءت مشاريع الخمسين لانطلاقة واثقة نحو المستقبل عبر منظومة من الاستراتيجيات والمبادرات المبتكرة والمحفزة للكفاءات الوطنية والمواهب ورواد الأعمال الإماراتيين ومن كل العالم في العديد من القطاعات مثل الصحة والتعليم والبيئة وريادة الأعمال والاستثمار والأمن الغذائي والعلوم والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لبناء الشراكات الاقتصادية العالمية. فرؤية القيادة للسنوات الخمسين المقبلة هي التأسيس لمرحلة متقدمة من التطوير وجعل الدولة عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي. فدولة الإمارات مع توقيعها اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات اقتصادات نشطة تمهد الطريق أمام المنطقة لمزيد من فرص التنمية. فهذه الشراكات لا تخدم دولتنا فحسب، ولكن أيضا شعوب وأجيال المنطقة والعالم. كما تعمل دولة الإمارات كشريك فاعل ضمن الجهود العالمية لمواجهة التحديات مثل الإغاثة الإنسانية ومكافحة الأوبئة. وهنا يبرز دور الريادي الذي قامت به الدولة في دعم الجهود العالمية لاحتواء جائحة كوفيد-19 وتداعياتها، إلى جانب الاهتمام الكبير في مواجهة التغير المناخي، حيث أعلنت الدولة مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، الأمر الذي يعكس مدى المساهمة الإيجابية من قبل دولة الإمارات في هذا الملف الحيوي لتحقيق التنمية المستدامة للبشرية. كما نتطلع بتفاؤل إلى استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 العام المقبل.